فنحن ملحقين تمام. حتى هدول البحثين هذا اللي احنا عطيه اليوم عطينا بشكل موجز كثير السنة الماضية، وبحث الدرق ما عطينا ابدا وما طالبناهم فيه لانه بالاصل يعني رح تاخذوا بالجراحة العامة، بس مع شيء يمكن نرجع عليه. وهلا نحن بالخيار اذا بدنا نعطيه او لا. ممكن نعمل جلسة مراجعة اما اليوم اذا بتحبوا، او يعني بموعد تاني بتحددوه انتو. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب نحن اليوم عندنا موضوعين، والموضوعين إن شاء الله ما نن كبار مثل ما حكينا. واحد من المواضيع اللي هو بصراحة مهم بس ما نو كبير، واللي لح نحكي بس هو المهم. يعني اللي هو الأمراض المري والقصبات، يعني بشكل خاص هو الأجسام الأجنبية بالمري والقصبات، هذا اللي بيهمنا نحن صراحة. بظن لازم تكون طلعت الصورة عنكم، إذا طلعت مشان يعني نبلش. إذا في أسئلة قبل ما نبلش فينا نبلش، يعني فينا نجاوب عليها، إذا ما في أسئلة يعني فينا نبلش مباشرة. نحن اليوم رح نحكي على المري وعسرة البلع والأجسام الأجنبية في الطرق التنفسية. رح نبلش الحديث عن المري، رح نمشي ب يعني ب بترتيب الكتاب عنكم. مثل ما بنعرف نحن الجهاز الهضمي هو يبدأ من الفم وينتهي بالشرج. أحد مكوناته هو نحن حكينا يعني سابقا عن الفم والبلعوم والحنجرة. هلأ بعد منها بيجي بعد الحنجرة أو البلعوم الحنجري بيفترق الطريق الهوائي عن الطريق التنفسي، بيصير بالخلف هو الجهاز الهضمي يعني بيتابع البلعوم بالمري، وبالأمام بتتابع البلعوم بالحنجرة، ومن تالي القصبات. اللي رح نحكي هلأ عن المري، المري هو عبارة عن أنبوب عضلي بيصل البلعوم بالمعدة. هو يعني بالنهاية هو فقط خرطوم بيصل بين يعني لإيصال الطعام، ولكن نحن بنيته هذا المري من الخارج للداخل. في عنا المصلية العضلية والمخاطية. هو ببلش عند الفقرة الرقبية السادسة، يعني عند الحافة السفلية للغضروف الحلقي، وبيصل لمدخل المري عفوا لمدخل المعدة عند الفؤاد تقريبا عند الفقرة الصدرية 12 أو 11 هيك شيء يعني، أو بيناتهم. هو طوله بحدود 25 سنتي. هو مثل ما حكينا يدرس بشكل أكبر يعني بالداخلية الهضمية، ولكن نحن هون عم نعرج فقط على الأمور الجراحية اللي ممكن تكون متداخلة بين الأذنية والهضمية أو الجراحة الصدرية. ليش الجراحة الصدرية؟ لأنه هو عنصر موجود بالصدر. هلا رح نحكي بشكل سريع على الشذوذات الخلقية للمري. أشياء على الشذوذات الخلقية هي إما النواسير أو الرتوق أو حتى التضيقات. هلا نحن بس بدنا نميز التضيق المرضي عن التضيق الطبيعي. في بالمري في عندنا ثلاث تضيقات أساسية، هي التضيق العلوي اللي هو عند المعصرة العلوية للمري، تمام، وفي عندنا في مستوى قوس الأبهر في عندنا تضيق ثاني، وفي عندنا معصرة المري السفلية اللي هي عند اجتياز المري للحجاب الحاجز. هذول التضيقات الثلاثة
طبيعية، ولكن نحن ممكن يكون في عندنا شذوذات خلقية للمريخ اللي حنشوفها بصورة ونشرحها، اللي أشيع واحد فيها هو رتق المري مع الناسور البعيد، يعني هو سي، هذا حوالي 85% من التشوهات. التشوهات الثانية نادرة، بدنا نميز إنه هذا هو رتق المري مع ناسور بعيد. هذا الشكل هو أشيع أشكال التشوهات اللي ممكن تجي بالمري. ممكن يجينا رتق القطعتين القريبة والبعيدة بدون نواسير، ممكن يجينا فقط ناسور مري على الهي، ممكن يكون في عندي ناسورين، ناسور قريب وناسور بعيد، وممكن مثل ما حكينا يكون رتق بس للقطعة مع غياب باقي المري. هو أشيع شكل هو الرتق القطعة القريبة مع ناسور القطعة البعيدة على القصبات. هذا أشيع شكل من أشكال الشذوذات الخلقية للمري. طبعا ممكن تكون معزولة وممكن تكون ضمن متلازمات، مثلا مثل متلازمة تشارج فيكتريل، كثير متلازمات ممكن تسبب تشوهات بالمري. هلا بدنا نحكي على الأجسام الأجنبية بالمري، واللي هو هذا بهمنا كثير، هذا اللي أكثر شيء بهمنا، واللي هي أشيع الأجسام الأجنبية العالقة في المري هي القطع النقدية، مثل ما أننا شايفين هون تظهر على الصورة البسيطة بشكل واضح جدا، غالبا عند الأطفال بحدود يعني الأعمار تحت 6 سنوات. ممكن نشوف إذا ما كانت قطع نقدية، ممكن نشوف اللهم صل على سيدنا محمد، ممكن نشوف اللقمة الطعامية، بس عادة ما بتصير هي انحشار اللقمة الطعامية عند الناس الطبيعيين، بتصير عند الناس اللي عندهم مشاكل عصبية، عندهم شردة كتير، أو مثلا عندهم تضيقات للمري، مثلا بعد تضيق المري بالكابيات. فهذا الأشيع الأجسام الأجنبية، يعني هذا ممكن يكون فكرة سؤال، إنه أشيع الأجسام الأجنبية المنحشرة في المري هي القطع النقدية، وأشيع مكان لا تنحشر فيه هي القطع النقدية هي مستوى المعصرة العلوية للمري. تمام؟ هذا اللي بدنا نعرفه. هلا نحن عادة مجرد وجود هي القطعة النقدية المنحشرة بالمري لازم تستخرج. ليش؟ لأنه ممكن تسبب ضغط على جدران المري وتسبب تقرحه أو تنخره أو حتى انسقابه، وبالتالي فهي وجود الأجسام الأجنبية في المري هي استطباب مطلق لتنظير المري واستخراج الجسم الأجنبي. من الأجسام الأجنبية الثانية اللي ممكن تعلق، ممكن يعني تعلق أجسام عضوية تانية، عفوا أجسام غير عضوية تانية، واللي أخطر الأجسام هي هلا حنحكي عليها لما بنحكي على ابتلاع المواد الكاوية. منها ممكن يبتلعوا الأطفال هدول بطاريات الساعات، هي مجرد وجود هي البطارية في أي مكان بالجسم هو استطباب مطلق وإسعافي للتنظير. يعني مثلا إذا جانا طفل بالع قطعة نقدية، ممكن أنا أصبر عليه لحتى أحقق له فترة الصيام، ممكن أصبر عليه لتاني يوم الصبح، ولكن إذا قالوا لي إنه اللي بالعها هي بطارية ما بصبر عليه. ليش؟ لأنه هي البطاريات فيها مواد ممكن تتأكسد ويطلع الأسيد منها، أو حتى فيها بتركيبها النيكل اللي هو سام جدا، وبالتالي أنا ما بستنى عليه. في صورة هاي صورة بطارية ضمن المري، إذا تأكسدت بتطالع موادها، ممكن يتنخر المري وينسقب، وممكن يسبب لي أذيات كبيرة جدا وحتى تسمم شديد. هيك بنكون حكينا على الأجسام الأجنبية بالمري. مثل ما حكينا نحن إذا جتنا قصة جسم أجنبي بالمري، الأعراض هي بتكون واضحة. قصة الأهل هي أهم عامل بالقصة، يعني رواية الأهل هي أهم عامل بالقصة. إذا شافوه بلع شيء فهذا كمان تشخيص مؤكد لابتلاع المواد هاي. الشيء اللي بساوي أول شيء هو صور التصوير البسيط، بعد منها ممكن فكر بالتنظير إذا شخصت أنه في عندي جسم أجنبي. وبالتالي وجود الأجسام الأجنبية بالمري أو بالقصبات هو استطباب مطلق للتنظير.
من الأجسام الأجنبية المحشورة أيضا بالمري غير القطع النقدية واللقم الطعامية هي المواد الشائزة، مثلا مثل العظمة اللي بتجي مع بالفروج، أو مثلا الحسك الموجود بالسمك، هذا كمان ممكن نشوفه. كثير من الأحيان بيقول لنا المريض إنه كنت عم باكل هيك أكلة، وبيقول لك إنه موجودة، بتفحصه ما بتكون موجودة، هي بيكون التخريج تبعها الموجود، يعني عم يشعر فيه المريض على انه وجود جسم الاجنبي. فهدول المرضى ما بيقتنعوا، او ما فينا يعني نحن ناكد لهم انه ما في هي الا ما نعمل لهم تنظير. لسه في شيء بدنا نحكي على الاجسام الاجنبي؟ بتوقع انه غطينا الموضوع بشكل كامل. الشجره الرغاميه القصبيه مثل ما حكينا، بعد الفم والبلعوم في عنا نحن بيفترق الطريق الهضمي عن الطريق الهوائي. بالأمام بيصير في عندي الحنجرة والرغامة انتهاء بالقصبات، وبالخلف عندي المري اللي هو بيتابع بالأنبوب الهضمي. تمام. الشجرة الرغامية القصبية مثل ما حكينا بتبلش بالحنجرة اللي نحن بنشوف فيها دهليز الحنجرة، الحبال الكاذبة، بطين الحنجرة. هي عم بحكي لكم وأنا فايت بالمنظار. بعدين بنشوف الحبال الصوتية الحقيقية، بعدين بنشوف الرغامة، انتهاء بهون الانقسام القصبي اليمين واليسار اسمه الكارينا، هذا اسمه الكارينا. القصبة اليمين بتجي أعرض وأكثر تسطحا، يعني شوف هلا هيك هي الزاوية تحسها منفرجة أكثر، هي الزاوية يعني أقل انفراجا، وبالتالي رح تنحشر المواد اللي بتنزل بالرغامة أسهل عليها تنزل بالمكان الواسع والمستقيم عن المكان الضيق والمايل. وبالتالي إذا إجانا سؤال وين أشيع مكان لانحشار الأجسام الأجنبية بالشجرة الرغامية القصبية، هو القصبة الرئيسية اليمنى. ليش؟ لأنه صرنا إذا بدنا نحكي على تحت صار في انحرافات أكثر وصار القطور أصغر. هذا كل شيء بدنا نحكيه. هلا الأجسام الأجنبية بالطرق التنفسية، نحن إذا دخل الجسم الأجنبي للمريء نحن بنسميه ابتلاع الأجسام الأجنبية، إذا دخل بالطرق الرغامية القصبية نحن بنسميه استنشاق أجسام الأجنبية. الأجسام الأجنبية المستنشقة هي ذروة الحدوث إلها بين عمر سنة وثلاث سنين. ليش؟ لأنه هذا الطفل بلش يزحف، بلش يحسن يستخدم ايده، كل شيء بيشوفه بيصير بيحطه بتمه، آلية البلع عنده مانا مكتملة، ومانا واعي ليعرف انه هذا الشيء صح او خطأ. وبالتالي اشيع الاعمار اللي بيصير فيها استنشاق هي بين عمر سنة لثلاث سنين. تمام. شو هي الأجسام اللي كتير منشوفها يعني منشوفها ضمن حالات الاستنشاق؟ أكثر الأجسام اللي بنشوفهم ضمن حالات الاستنشاق هي بقايا المكسرات، مثلا مثل البزر والفستق العبيد. الأجسام غير العضوية هي اللي بنشوفها بشكل أقل. عند الكبار بنشوف هي، إذا نحن عم نحكي على الصغار، إذا عم نحكي على الكبار بنشوف عند البنات كتير استنشاق الدبابيس. ليش؟ بتكون البنت الصبية عم تظبط حجابها، حاطة الدبوس بتمها، بيقولوا لها رح نروح مشوار، بتشهق رح نروح مشوار، فبتستنشق الهي. فكتير بنشوفهم عندهم، ما بتمروا علينا فترة ما بنشوف من هذا الاستنشاق. الاستنشاق عادة هو حالة إسعافية، هو استطباب مطلق للتنظير. ممكن أنا أطلب قبل التنظير فقط صورة شعاعية، وبس شكيت سواء بقصة صريحة أو غير صريحة فهي استطباب مطلق للتنظير، تنظير المرن أو حتى الصلب لاستخراج الأجسام الأجنبية. لأنه هي عادة ممكن إذا استقرت بأحد القصبتين، يعني إذا استقرت هون فعندي رئة كاملة عم تدي لي وظيفة التنفس،
أما إذا سكرت كان الجسم الأجنبي كبير وسكر هون، أو سعى للمريض ووقف عند الحبال الصوتية، فشو رح يصير؟ رح تسكر لي النفس بشكل كامل ويصير الاختناق. فمشان هيك هي دائما إسعافية، وبس شخصتها مباشرة على التنظير، إلا إذا كان حالة المريض مستقرة ففيني أعمل إجراءات استقصائية مثل التصوير الشعاعي. الأجسام الأجنبية المهملة مثلا وقف هون أو نزل لهون، فشو ممكن يعطيني تنازل؟ ممكن إذا كان سادد بالمرة، يعني إذا سكر هون بالمرة، فشو حيصير؟ هاي ما عاد تتهوى، فلح يروح الهواء منها ترتشف، لح يصير عندي انخماص فصري قوي. بينما إذا كانت صغيرة يعني مسكرة تقريبا 60% من الطريق، في 40% عم يفوت هواء. لما عم باخد شهيق عم تتوسع هي القصبة يفوت هواء، لما عم يصير زفير هي عم ترجع تصغر، فصار الهواء عم يفوت يجمع جوا بس ما عم يطلع، بصير عندي نفاخ. فالأجسام الأجنبية ممكن تساوي لي تنازل انخماص رئوي، ممكن تساوي لي تنازل نفاخ بفص رئوي موضع. إذا شفت هيك شيء عند مريض انتانات تنفسية متكررة بنفس الفص دائما، أو شفنا تنازل انخماص بيتماشى مع ذات رئة، عالجته وتحسن بعد فترة رد نكس، فبدي شك بجسم أجنبي وبدي نظر القصبات، وإذا شفت جسم أجنبي استخرجه. هاي كمان لازم نكون نحن نعرفها. بنرجع بس نحكي على الأفكار الثلاثة المهمة، أنه وجود الجسم الأجنبي بالقصبات هو استطباب مطلق للتنظير، الحالة دائما إسعافية، ممكن أطلب استقصاءات قبل، ممكن تعطيني تنازل انخماص أو تنازل نفاخ رئوي موضع. وهذا كمان إذا كانت القصة غير صريحة، يعني إذا قالت لك الأم أنه أنا ابني كان عم يلعب بالإقضامات، قام بعد سعل 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 وزرق بعدين ارتاح. شو سعل سعل سعل؟ يعني أنه هي وجد هذا الجسم الأجنبي بالحنجرة، حاول يسعل يطالعه ما حسن، قام نزل وين قعد بالقصبة، فبعد ما بيرتاح منلاقي بالفحص وزيز موضع وهيك. فهي قصة صريحة، هي خلاص يبنى عليها على هي القصة أنه لازم ننظره. أما إذا ما كانت القصة صريحة، جابوا لك يا ذات رئة، عالجته تحسن، بعد شهر رد أو أقل رد صار عنده ذات رئة بنفس الفاص، عالجته تحسن رد صار، فهذا بيدعو للريبة. بساوي صورة صدر، إذا لقيت انخماص بنفس الفاص أو لقيت مثلا نفاخ، هذا بيدعم تشخيصي، وهون صار لازم أعمل تنظير قصبات وشوف إذا في جسم أجنبي استخرجه. مناورات اللي ممكن أنا استخرج فيها الأجسام الأجنبية بالحالة الحادة عند الكبار هي مناورة هايمليش، اللي بقعد أنا خلف المريض بحط إيدي تحت الحجاب الحاجز وبدفع للأعلى والخلف، بحيث أني أدفش الحجاب الحاجز بسرعة وخلي الهواء يطلع بشكل انفجاري، فإذا في جسم أجنبي بيطلع. عند الأطفال ما في نساوي هاي الحركة، فإذا كانوا بأعمار صغيرة في نساوي هاي المناورة، أني أمسكهم وبشكل مائل وطبلهم على الظهر بشكل بسيط بحيث أني يطلع الجسم الأجنبي. ولكن إذا ما صارت هاي الحركة فنحن استطباب للتنظير واستخراج الجسم الأجنبي. خلصنا من الأجسام الأجنبية بالمري والقصبات، هلأ رح ننتقل للأمراض اللي هي بصراحة أنتوا دارسينا بالهضمية، أو إذا ما دارسينا بالهضمية رح تدرسوها، فرح نحكي عليها بشكل موجز وسريع بدون ما نفصل كتير. القلس المريئي المعدي، شو تعريف القلس المريئي المعدي؟ هو ارتجاع المواد المعدية عبر المريء إلى البلعوم، تمام؟ يعني هو بيسموه الجيرد، يعني gastro esophageal regurgitation disease، يعني ده القلص المريئي المعدي. شو أعراضه؟ عادة نحن المري هو ما متعود على درجات الحموضة العالية، مثل ما حكينا فيه إلو المري معصرة سفلية لازم تكون دائما مسكرة، إذا كانت مفتوحة هي المعصرة فبترجع المواد الطعامية اللي هي غنية جدا بالحمض
العصارة المعدية وبتصل لوين؟ على المري. المري ما متعود على هي الحموضة، فبيصير عندي أول شغلة المواد الحمضية بتحرق مخاطية المري، فبيصير عندي حرقة خلف القص. ممكن إذا وصلت للبلعوم يصير في عندي تسرب على الحنجرة ويصير عندي سعال أو التهاب بالعوم مزمن. هدلولة اللي بدنا يعني هي الأعراض الأساسية. بنلاقي غثيان دائما، بنحس إنه الأكل رح يصل للبلعوم. شو الأمور اللي بتزيد القلاس؟ هو كل الشغلات اللي بترخي المعصرة السفلية، كل شيء منبهات بيزيدها، مثلا مثل التدخين، التيوفيلين الموجود بالشاي أو الكافيين الموجود بالقهوة أو المواد الموجودة بالشوكولا، هي كلها بترخي المعصرة المريئية السفلية وبالتالي بتزيد القلس. الاستقصاءات شو ممكن ساوي أنا القلس؟ في عندي اختبارين مهمين أو 3 اختبارات مهمة جدا. أول واحد قياس ضغوط المري، واثنين قياس بي اتش المري، وثلاثة تنظير الهضمي. أول واحد شو هو؟ قياس ضغوط المري. أنا بعرف إنه الضغط بهي المعصرة مثلا لازم يكون 15 مليمتر زئبقي. أنا إذا حطيت الجهاز فوتت بالمنظار أو بالبروب تبع القياس، حطيته هون ولقيت إنه ضغط المعصرة 10 مليمتر زئبقي وبالتالي ناقص، فهي اسمه قياس ضغوط المري. قياس بي اتش المري، هو بي اتش المري مانو حمضي كتير. اذا صار البي اتش حمضي وبالتالي هي المواد عم تتسرب من وين؟ من المعده، كمان هذا مشخص. الشغله الثالثه اذا كان مثلا عندي فتق حجابي او اي شيء ممكن يظهر بالتنظير. هي 3 استقصاءات المهمه اللي ممكن اطلبها. شو العلاج؟ العلاج عاده هو ضمن 3 شغلات: علاج سلوكي، علاج دوائي، علاج جراحي. العلاج السلوكي هو مثل ما حكينا كل شيء بيرخي المعصرة السفلية بدي أنا ألغيه، وبالتالي بقول للمريض لا يأكل شوكولا كتير، لا يشرب شاي كتير، لا يشرب قهوة كتير، يعني يشرب بشكل معتدل أو يخففهم قدر الإمكان. لا يأكل وينام مباشرة، يستلقي، يعني يخلي الفترة بين الأكل وبين الاستلقاء على الأقل 2 ساعة. ينام على مخدة عالية لحتى يعني بفعل الجاذبية تنزل المفرزات لتحت. إذا ما تحسن على هي المفرزات بعطي العلاج الدوائي. العلاج الدوائي بيتضمن شغلتين: أول شيء أنا أخفف له حموضة المعدة، ثاني شيء أقوي له المعصرة السفلية. شو الأدوية اللي بتقوي المعصرة السفلية؟ هي مضادات الأقياء نفسها، مثلا مثل الديفوميت، اندانستيرون، ميتوكلوبراميد، كل هي بتزيد من قلوسية المعصرة السفلية للمري. ما تحسن هيك المريض، في عنا إجراءين جراحيين، في عنا نيسن وفي عنا اللي هو طي المعدة. بنجيب هذا القسم من المعدة بنلفه حول المري وناخذ له قطبة، فبتشد عليه المعدة ف يعني بنضبط. هاي خاصة بالفتوق الحجابية. طبعا هذا هو بحث مثل ما حكينا بحث بيندرس بالهضمية، بس مذكور بكتاب كنا عم نحكي عليه. ابتلاع المواد الكامية بالمري، الأشيع أنه تبتلع هي المواد الكاوية عن طريق الخطأ، ولكن تجي القصة صريحة بيقول لك أنا أكلت ويعني خربطت بهي الأنينة، فكرتها مي طلع فيها كلور. المواد الكاوية ممكن تكون قلوية أو حمضية. الحمضية هي أسلم، القلوية أسوأ. ليش؟ لأنه القلوية بتساوي لي نخر تميعي وبالتالي خطورة الانسقاب أكثر، بينما المواد الحمضية بتساوي لي نخر تخسري وبتساوي لي ندبات أكثر، ما بتساوي لي انسقاب. من المواد الكاوية اللي حكينا عليها هو ابتلاع البطاريات، واللي هو هذا كتير مهم بحالة ابتلاع المواد الكاوية. التدبير، التدبير هو عدم إجراء أي مناورة على المري، يعني من تركيب انجيوتيوب أو غيره. تنظير أبكر ما يمكن لحتى نشوف الإصابة، طبعا بيد خبيرة حصرا. حسب التنظير ممكن يكون في تداخل جراحي، يعني الحرق إذا كان هو في له 3 درجات، الدرجة الأولى هو فقط احمرار بمخاطية المري، الدرجة الثانية هو
خثرة أو يعني حروق شديدة مع خثرات. المرحلة الثالثة هو انسقاب المريء. المرحلة الثانية والثالثة، الثالثة جراحة حتما، المرحلة الأولى مراقبة، المرحلة الثانية حدية، ممكن أنا أتركه مراقبة، هي حسب شكل التنظير. تمام، ما بدنا نعرف أكثر من هيك، هذول المهمين. بالابتلاع المواد الكاوية بدنا نعرف إنه التنظير أقرب فترة ممكنة بحس نساوي فيه تنظير، لازم ساوي، لازم ما ساوي أي إجراء من تعديل المواد الكاوية. يعني مثلا واحد شربان مادة قلوية أعطيه شوية حمض ليعدل، لا ما في هيك شيء، لأنه بيصير فيه أذيات حرارية. فقط أنا بحميه، بعمل له حمية لحتى أضمن ما يكون في انسقاب ويساوي له التهاب منصف، حمية مطلقة وتنظير أقرب ما يمكن. اللي بيدل على ابتلاع المواد الكاوية هو حروق الفم، أي مؤشر على ابتلاع المواد الكاوية. طبعا ابتلاع المواد الكاوية يفضل يتراقب المريض بالمشفى، لأنه ممكن مثل ما ابتلع المواد الكاوية إذا صار في انسقاب اتجاه الطرق الهوائية فيصير عندنا وزمة طرق هوائية ويدخل المريض بعسرة تنفسية، وبالتالي لازم يكون تحت المراقبة. ما بدنا نحكي أكثر من هيك. هلأ عسرة البلع بصراحة كل ما بتهمنا هي إما أمراض جراحة عامة أو أمراض هاي اللي نحكي عليها، بس بدي أعرف إنه هدول المرضين الرج البلعومي والغشاء في الحلقي، هدول اللي بدنا نحكي عليهم. من الأسباب العصبية لعسرة البلع مثلا في عنا مركز سارة البندق، اللا ارتخائية، كتير أمراض بتسبب مشاكل بعسرة البلع. اللا ارتخائية هي من اسمها عدم ارتخاء المعصرة السفلية للمري، وبالتالي يصير في عنا توسع بالمري فوق التضيق الموجود هو بأسفل المري، وبيعطينا على الصورة الشعاعية منظر منقار الطير مثل ما احنا شايفين، المري متوسع وسفله دقيق. فهي المراحل الباكرة لللا ارتخائية، ممكن اني انا اعمل توسيع للمعصرة السفلية، ما مشي الحال ممكن ادخل بالجراحة واعمل خزع لهي المعصرة اللي صاير فيها فرط تشنج اللي ما عم ترتخي. تمام، هذا اللي بدنا نعرفه على الارتخائية. الرجل البلعومي ما حطيت صورة له، هو بيصير من نمط الرتج الدفعي. شو المقصود بالدفعي؟ الدفعي يعني ارتفعت الضغط داخل لمعة المري فاندفعت المخاطية وطلعت لبرا، هذا اسمه دفعي. بينما إذا كان في عندي هون مثلا سرطانة وساوت التصاقات بجدار المري وصارت تشده لعنده، فالرتج اللي صار هون اسمه جذبي. هذا اللي بيفرق بيناتهم. الرتج المريئي أو الرتج البلعومي المريئي هو من الرتوج الدفعية. تمام، عادة الرتج كاذب. شو الفرق بين الرتج الكاذب والرتج الحقيقي؟ الرتج الحقيقي هو اللي بيصير فيه فتق لكامل طبقات المري أو اللمعة اللي أنا عم بدرسها، بينما الكاذب هو فقط بتنفتق المخاطية من بين العضلات. هذا إذا الرتج البلعومي في شغلتين، ميزتين، شائع عند كبار السن، هي صارت ميزة الثالثة، شائع عند كبار السن، هو من نمط الرتوج الدفعية. وثلاثة، هو رتش كاذب فتق فقط للمخاطية. التشخيص بيتم عن طريق اللقمة الباريتية، لقمة الباريوم، يعني بيقول له المريض يبلع باريوم، باخذ له صورة فبلاقي ضمنها في مادة ظليلة. العلاج هو استئصال الرتج مع خزع المعصرة العلوية، لأنه هي لما بتشد المعصرة العلوية فبيزيد الضغط بالبلعوم فبتنفتق مخاطية البلعوم. الغشاء خلف الحلقي أو هو من الآفات اللي بتصير نتيجة حالات مثلا فقر الدم بعوز الحديد، فبيتشكل ويب، ما معروف شو الآلية اللي بتصير فيه، بس ممكن يأهب للخباثة. أورام المريء، في عنا أورام سليمة وأورام خبيثة، لسنا بصدد الحديث عنها. هاي مكون هيك خلصنا البحث، إذا في سؤال يا ريت تسألوني، إذا ما في سؤال نحن هيك بنكون خلصنا هذا البحث. يعطيك العافية حكيم، بس استفسار بعد إذنك. تفضل.
حكيم جسم الأجنبي بالقصبات ممكن ما يتظاهر بأعراض مثلا، يعني يكون طبعا وجوده مثلا قسم من الرئة ويبقى بدون أعراض. طبعا تمام حكيم، بس وحبيت أتأكد من هالنقطة، يعطيك العافية. نحن حكينا الأجسام الأجنبية عادة في قصة صريحة، والقصة الصريحة يبنى عليها استطباب مطلق للتنظير، ولكن ممكن نحن نعمل تنظير قصبات على قصة غير صريحة. يعني مثل ما حكينا الآلية، إنه طفل إجانا بذات رئة، عالجناه تحسن، بعد أسبوعين ردت نكست بنفس المكان. هذا ما هو أعراض، هذا بالعكس هو ظاهر بإنتان تنفسي سفلي ذات رئة، فهي ما أنا أعراض هي للجسم الأجنبي، هي أعراض يعني دلتني عليه. طبعا ممكن يكون بدون أي أعراض. تمام حكيم، شكرا كثير، يعطيك العافية. يا ميت أهلا وسهلا. السلام عليكم حكيم. القطروني تعتبر مادة قلوية؟ مادة قلوية القطروني، في من الأجسام الأجنبية يعني اللي بيصير عنده حرق بالقطرونة أموره بصراحة سيئة. في الدكتور محمد عجاج حكى لنا انه من الأجسام الخطرة غير البطاريات الفاصولية، حبة فاصولية يعني جت حالي حبة فاصولية قال تنتفخ يعني بتسكر كامل القصبة فتوفى طفل. صحيح. هلا هي اللي بيصير مثل ما حكينا الأجسام الأجنبية بالقصبات، يعني نحن من اسمها هي خطرة لنا لأنه إسعافية، وبس شكينا فيها مباشرة لازم أنا شو حكينا لازم نعمل لازم نعمل تنظير. شو السبب؟ السبب هذا اللي حكى عنه الدكتور محمد، نحن اليوم بيستنشقوا أحيانا حبة حمص أو حبة فستق، يعني الفستق يعني من لطف رب العالمين علينا أنه هو أشيع شيء، بس هذا ما بيساوي انتباج. ولكن إذا بناخد حبة الحمص اللي هي الإضامة نفسها أو حبة الفاصولية خاصة اليابسة منها، حطها هلا انت مثلا اذا عندك فاصوليا يابسه بالبيت حطها بالمي، اليوم حجمها مثلا 1 سنتي قطره، بكره بتلاقي صار قطره 2 سنتي، وبالتالي هي لما نزلت وانحشرت باصغر مكان موجوده فيه اللي هو القصبه مثلا اللي قطره خلينا نقول 4 5 ميلي، اجت على قد منها الرطوبه الموجوده بالقصبات خلتها تكبر خلال يومين او ثلاثه وتصير اكبر، وحتى ممكن تاذي الجدار القصبي او تنخره، يعني فهي خطره جدا. اذا كانت موجوده فوق الكارينا مثلا وما انا مسكره خلال يومين ممكن هي الفاصوليه تكبر او اي جسم عضوي يعني ممكن يكبر ويسبب لي هذا الشيء. من الاختلاطات نحن ما حكينا عليه، والله اختلاطات الاجسام الاجنبيه هو يعني انسداد التنفس، ممكن انسقاب القصبات أو المري، إذا انسقب ممكن تسبب لي التهاب منصف أو نزوف ضمن المنصف. هدول هن الاختلاطات الشائعة اللي ممكن تصير بعد الأجسام الأجنبية. حكيم هلأ بعد الكلور إذا طفل شربان كلور، طيب إذا يعني سقينا مري مو افضل ولا لا لازم يعني الكلور راح ينزل على الماء؟ مي بتسقي مي اذا كنت بتعرف انت انه هذا المريض مسقوب عنده المري ولا لا. اذا مسقوب عنده المري كيف بدك تسقي مي؟ بتساوي له التهاب يعني اعراض خفيف بإجانا على الاسعار مثلا، اعراض مو اعراض انه مسقوب او درجه ثانيه، يعني اذا درجه اولى ممكن نستفيد شيء من المي ولا لا بس سيروم ملحي او هيك ما بنعطي شيء ابدا. حكينا نحن الاجسام الاجنبيه بالمري او عفوا ابتلاع المواد الكاويه بالمري لازم ما نعطي شيء، وننظر ابكر ما يمكن. اذا التنظير هو درجه اولى ما فيني انا احذر، يعني كيف فيني احذر اذا درجه اولى والثانيه؟ اذا كان درجه ثانيه في يعني الدرجه الثانيه هو اكثر من الاحمرار، بنلاقي في تقرحات بس لسه ما مسقوب. تمام، اعطينا مي فهي التقرح زاد التقرح في نتيجه مثلا هاللعاب اللي اجى مع المي فسقبوا للمري. كنا بشغله هي انه فقط تقرح بالمري طلعنا بانسقاب مري والتهاب منصف، صح؟ فدائما دائما
بابتلاع المواد الكاوية هو حمية مطلقة على الأقل 24 ساعة. طبعا إذا خلال 24 ساعة إذا في انسقاب حيبين، يعني أيام. هلا أنا فهمت شو قصدك، إنه أنت قاعد بالإسعاف وإجاك مريض وباينة قصته ما فيها شيء، يعني باين هالولد صح قصة صريحة بس باين إنه ما في شيء. شو بتساوي أنت؟ يلا روح على البيت ما فيها شيء، اشرب مي ولا تساوي شيء. لا، انت للامان، يعني انه ما متوفر التنظير الهضمي او تنظير المريء، ما متوفر، فشو بتساوي؟ روح حميه مطلقه، اذا لا سمح الله اموره ساءت بتبين خلال 12 لل 24 ساعه. بينما اذا اموره تحسنت، هون انا فيني فك له الحميه حتى لو ما نظرته، بس ببين انه تحسن. بينما اذا كانت اموره سيئه، لا خلاص بتصير التطور دراماتيكي وبصير التنظير واجب. وصلت الفكره؟ ايه وسط الحكي. هلا نحن تقريبا هذا البحث هيك. اذا في اسئله خلينا نكمل. طبعا المطلوب بالاجسام الاجنبيه هو هذا فقط اللي ذكرته، ما مطلوب اكثر من هيك، بس بظن انا ذكرت كل الموجودين بالكتاب. اللهم صل على سيدنا محمد. اذا في اسئله خلينا نجاوب عليها، ما في اسئله خلينا ننهي بالراحه. اذا بتحبوا نعطيكم امراض الدرق، انا جاهز. إذا بتحبوا يعني تدرسوها بالجراحة العامة أو الغدية كمان ما في مشكلة. نحن يعني بالراحة، أنا السنة الماضية ما طالبتهم فيها، لا أعطيتها ولا طالبت فيها. إذا أعطيتها ممكن نجيب عليها سؤال أو سؤالين، ما أكثر من هيك. وإذا بتحبوا يعني ما نعطيها وتدرسوها بالجراحة العامة كمان بيصير. هيك بنكون نهينا المنهاج. بتحبوا نعمل جلسة يعني لتحديد الشغلات المطلوبة والغير مطلوبة، أو يعني كمراجعة للأبحاث الماضية، حتى بقسم الدكتور محمد فيني يجاوبكم. أنا جاهز إن شاء الله دكتورنا، إن شاء الله. الله يعطيك ألف عافية ويجزيك عنك الخير يا رب. وإياكم. شو مشان الدرق؟ كيفك حكيم؟ ما في عندكم مشكلة. شكرا، يلا سكر، يلا روحي. هي الموضوع سهل، انا ما جهزت لها سلايد بس هي موجودة يعني حافتح ونمشي فيها بالكتاب اذا بتحبوا. نحن بس يعني بدنا نحكي على ما بنحكي نحن على الامراض، بنحكي على اللهم صل على سيدنا محمد، على السرعات اهم شيء، وكيفيه التشخيص يعني هو هذا المهم. والسرطانات اذا نحن بدنا نتابعها، هن بتندرس بالجراحه العامه برايي بشكل افضل اذا احببتوا. والله دكتور حتى اخذينها بالغدية بالتفصيل يعني. خلص توكلوا على الله. لكان معناته نحن بننهي هون ويعطيكم العافيه. الدرق ليست مطلوبه لا من الاسئله ولا بالاعطاء، يعني ما حنجيبكم اسئله على الدرق. الله يجزيك الخير دكتورنا. اذا بتحبوا يعني نعمل جلسه مراجعه، انا جاهز، بنتفق عليها ان شاء الله ونعمل جلسه مراجعه. اي والله يا دكتور يا ريت هيك نعمل مراجعه. جاهزين ان شاء الله؟ جاهزين ان شاء الله دكتورنا. حكيت مع الدكتور محمد مشان موضوع، هو كان بده يحط مفتاح انه اربع اخطاء بيروحوا سؤال صح. حكينا انه يعني ما كتير مناسب هذا الامر، ان شاء الله ما حنساوي هيك. الحمد لله دكتور، الله يعطيك العافيه. هي بدكم تعطوني تعملوا لي عليها خرج ناشف. هي هيك ابشر حكيم، حياكم الله. حياكم الله، ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بالتوفيق. بس انتم كمان شدوا الهمه، يعني اللي يعني ان شاء الله حتكون الاسئله موضوعيه، يعني فيكم تسالوا رفقاتكم اللي قبل منكم الاسئله، يعني بالنهايه اللي قرب يحسن يجاوب، اللي ما قرب ما له يحسن يجاوب. وان شاء الله الاسئله هي فقط من الكتاب، ما حاطلع برات الكتاب. واللي مأكد عليه هو هذا، يعني اكيد فكره سؤال، يعني اي فقره وصلت لعندها واكدت عليها هي غالبا، مو غالبا، هي فكره سؤال وممكن تجي كسؤال.
الدكتور، كيف رح يكون توزيع الأسئلة ما بينك وبين الدكتور محمد؟ رح يكون بالتساوي نص بنص، يعني الأبحاث اللي هو عاطيها رح يحط أسئلتها، والأبحاث اللي أنا عاطيها لحط أسئلتها، اللي هن حوالي 15 بحث أو 15 فصل. هلأ نحن روحنا فصل رح يكونوا 14 فصل، نصهم اللي ونصهم له. تمام حكيم، ربي يحفظك يا رب، يعطيكم العافية، يجزيكم الخير إن شاء الله. حياكم الله. يلا نستودعكم الله. خير مستودع دكتورنا، أهلا وسهلا. الله يبارك فيكم، السلام عليكم. يسلمك يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.